السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي، مرحبا بكم في هذا الفيديو. كنتمنى من الله أن الجميع يكون بخير وفي أحسن الأحوال. مرحبا بكم أخوتي في القناة ديالكم. اليوم إن شاء الله غادي نتعرفوا على الخصم ديال المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة، كذلك التوقيت والموعد ديال المباراة ديال دور 16، وكذلك القنوات الناقلة لهذه المباراة. ولكن قبل ما نمشي اصدقائي، كنتمنى منكم تشتركوا في القناه ديالنا. الناس اللي اول مره كيشوفوا القناه كنتمنى منكم اصدقائي تشتركوا فيها وتفعلوا زر ديال الجرس. كذلك اصدقائي كنتمنى منكم تخلوا لنا لايك لهذا الفيديو. اذا اصدقائي، بعد الهزيمه ديال المنتخب الوطني المغربي اليوم في المباراه ديالو في الجوله الثالثه والاخيره من دور المجموعات امام منتخب البرتغال بالحصه ديال 4 اهداف لهدف واحد، المنتخب المغربي كيحتل المرتبة الثانية بعد ما كان تأهل سلفا في المباراة الثانية ديالو بعد الفوز في المباراة الأولى أمام منتخب طاجيكستان ب4 اهداف لهدفين، كذلك الفوز ديالو في المباراة الثانية أمام بنما ب6 اهداف لـ3، كان حينها تأهل الدور 16، وكان كينتظر المباراة الثالثة من أجل حسم تصدر المجموعة ديالو، لكن للأسف انهزم في المباراة أمام منتخب البرتغال، وبالتالي كيصبح هو الوصيف ديال المجموعة، وبالتالي غادي يواجه المتصدر من المجموعة السادسة والأخيرة اللي هو المنتخب الإيراني. إذا أصدقائي، بالنسبة للتوقيت ديال المباراة اللي غادي تجمع إن شاء الله بين المنتخب المغربي والمنتخب الإيراني في دور 16، المباراة اللي إن شاء الله اللي غتكون يوم الخميس القادم 26 سبتمبر، المباراة اللي غتلعب إن شاء الله على الساعة 1:30 بتوقيت المغربي والجزائري والتونسي، وثانية والنصف بتوقيت مصر والسعودية. إذا بالنسبة للقنوات الناقلة لهذه المباراة، فالقناة الحصرية الناقلة لهذه المباراة هي قناة بي إن سبورت 6، كذلك القناة الرياضية الأرضية ستنقل هذه المباراة. بالنسبة لباقي المباريات في دور 16، فأول مباراة ستلعب يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله، يوم الثلاثاء 24 سبتمبر، المباراة الأولى التي ستجمع بين منتخب البرازيل ومنتخب كوستاريكا، المباراة ستكون إن شاء الله على الساعة 1:30. المباراة الثانية غدا تجمع بين منتخب هولندا ومنتخب أوكرانيا، المباراة غتكون على الساعة 4 مساء. يوم الأربعاء ستلعب مباراة إسبانيا وفنزويلا على الساعة 1:30، أما على الساعة 4 فستلعب مباراة الباراغواي وأفغانستان. مباراة المغرب إن شاء الله يوم الخميس القادم كما سبق وأشرت على الساعة 1:30، وكذلك مباراة البرتغال وكازاخستان على الساعة 4 مساء، وآخر مباراتين ستلعبان يوم الجمعة القادم إن شاء الله. المباراة الأولى ستجمع بين تايلاند وفرنسا، والمباراة الثانية والأخيرة ستجمع بين منتخب الأرجنتين ومنتخب كرواتيا. إذا أصدقائي، كان هذا هو توقيت وموعد مباراة المغرب وإيران بالنسبة لدور 16 من كأس العالم أوزباكستان 2024. أتمنى هذا الفيديو أن يرقى لإعجابكم، لا تنسوا أن تشتركوا في قناتنا هذه وتفعلوا خاصية الجرس. كذلك أصدقائي، أتمنى منكم أن تضعوا لنا لايك لهذا الفيديو، ونلتقي في فيديو آخر قادم بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.